صباح الخير، أنا اسمي محمد سلامة، أستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وأستاذ في كلية الطب جامعة المنصورة. الحقيقة أنا أحب أتكلم على الأمراض التنكسية العصبية. هي أمراض بتصيب الجهاز العصبي وبتاخد وقت طويل على ما تبدأ الأعراض تحصل. الحقيقة مشكلتها الرئيسية إن هي بنسميها complex disease أو أمراض معقدة. ليه معقدة؟ لأن سبب حدوثها مش حاجة واحدة، يعني دايما اسباب حدوثها بتبقى تداخل بين مجموعه جينات واسباب بيئيه في الاخر بيسببوا المرض ده، وبتاخد وقت طويل على ما تحصل. عشان كده دايما في تصنيف للامراض دي ان هي لانواع مختلفه، يعني المرض الواحد بيتقسم لانواع مختلفه، بيتقسم اكوردنجلي او بناء على ايه؟ على الصورة الإكلينيكية، على الأسباب، أي جين هو اللي بيسببه في هذه الحالة خصوصا. من أشهر الأمراض التنكسية عندنا طبعا الباركنسون، مرض الباركنسون ديزيز أو الشلل الرعاش، والألزهايمر. الاتنين الحقيقة منتشرين جدا وبيمثلوا يعني مشكلة كبيرة سواء للمريض أو للناس اللي بتاخد بالها من المريض، أو اللي هم مسميهم الكير جيفرز، الناس اللي بتوفر له الرعاية، لأن يعني طبعا مشكلة كبيرة بتأثر على العائلات، مشكلة مادية كبيرة على كافة مناحي الحياة، يعني بتأثر على كافة المستويات. المشكلة الرئيسية إن العالم دلوقتي بدأ يطور أدوية ودلالات للكشف عن هذه الأمراض بصورة دقيقة دقيقة، اللي احنا بنسميها personalized أو precision medicine. يعني إيه؟ يعني كل نوع من أنواع المرض ده هيبقى لها العلاج بتاعها وهيبقى لها الاسلوب التشخيصي بتاعها. طيب هل احنا نقدر ناخد او نستفيد من التقدم العلمي ده؟ لا، للاسف حاليا احنا هنا في الشرق الاوسط او في افريقيا مش مواكبين قوي للتقدم ده، لان احنا ببساطه ما عندناش معرفه بالانواع اللي موجوده عندنا. طب دي هنعرفها منين؟ اذا احنا قلنا ان مثلا مرض زي الباركنسون ديزيز في منه انواع مختلفه جدا، طب احنا هنعرف منين؟ ما نقدرش نعرف الا لما يبقى عندنا ما يطلق عليه الديزيز ريجستريز او قواعد بيانات الامراض. يعني في بلد زي مصر مثلا نجمع المرضى اللي عندهم الباركنسون ديزيز من اماكن مختلفه، او مرضى الزهايمر من اماكن مختلفه بصوره كبيره او عامه، ونبدا نشوف خصائص المرض عندنا، خصائص المرض المصري، لان الخصائص في مصر هتبقى مختلفه عن الخصائص في اوروبا، مختلفة عن الخصائص في أمريكا، مختلفة عن الخصائص في آسيا، وده مفهوم، لأن زي ما قلنا ده مرض معقد، يعني بيسببه جينات كتيرة وأسباب بيئية كتيرة، فبالتالي الطبيعي أو المنطقي إن كل بلد أو كل تركيبة سكانية لها خصائص المرض بتاعها. لازم نعرف ونعتمد على الديزيز ريجستري أو القواعد البيانات دي عشان نبني تخيل لنوع المرض اللي عندنا. فلما يجي يعني شركه ادويه تقول والله احنا ديفلوبد او احنا كونا وعملنا الدواء اكس دوت عشان النوع المعين من الشلل الرعاش، نيجي نقول اه النوع ده لا مش موجود عندنا، مش هينفع، او النوع ده اه متوفر عندنا، ده احنا عندنا غالبيه المرضى المصريين عندهم هذا النوع من الشلل الرعاش او الزهايمر، فلا ده احنا نقدر نجيب الدواء ده او نقدر نتعاون مع الشركه، او احنا مكان كويس قوي عشان نقدر نبدا كلينيكال ترايلز او تجارب كلينيكيه. بس ده خطوه لاحقه، الخطوه الرئيسيه هي انشاء قواعد البيانات او الديزيز ريجستريز لكل نوع من هذه الامراض لمعرفه المرض الخاص عندنا احنا في مصر او في الشرق الاوسط ومقارنته بخصائص الامراض اللي موجوده بره. واتعشم ان شاء الله ان في المستقبل يكون عندنا ديزيز ريجسترز او قواعد بيانات لكل الامراض عموما، والامراض المعقده اللي على راسها النيورو ديجنريتيف ديزيز او الامراض العصبيه التنكسيه خصوصا. شكرا جزيلا.